محطة من المحطات إن أنا منتخب عسكري، قدرت مع المنتخب عسكري سنة 84، وكان المنتخب عسكري ما بيلعبش خالص. بتعين من المشير أبو غزالة المدير الفني، أنا طول عمري مدرب حراس. دي حاجات القدرية اللي أنا بحكي. طبعا بطلع أطلع الأول على أفريقيا، وأروح إيطاليا أطلع التالت على العالم. محطة من المحطات إن أنت بتيجي تدرب نادي الزمالك والنادي الأهلي يطلبك. يعني أنا ليا الشرف والفخر إن النادي الأهلي طلبني 3 مرات في حياتي. آخر مرة أنا وافقت. طب ليه أول مرتين لأ؟ المرتين لأني ما كانش فيه الاحتراف، وأنا محسوب بيتي طبعا على نادي الزمالك. حتى المرة التانية اللي جاب لي العرض كابتن أحمد شوبير الإعلامي الكبير طبعا، وجالي نادي الزمالك قال لي بص أنا جاي وجايب لك عرض. أنا كنت أياميها باخد في نادي الزمالك 200 جنيه في الشهر، هو كان جايب عقد 1200 جنيه. يا خبر. شوفي بقى الفرق قد إيه. طبعا. وقال لي رغم إن أنا جاي لك النادي أنا عارف إنك مش هتواجه، بس أنا قلت أعمل محاولة. فدي المرتين الأولانيين، المرة الأولانية كانت 81. المرة الثالثة بعد ما خلصت مشوار وادي دجلة أنا والكابتن علي أبو جريش، كلمني خالد بيبو وابني العزيز أمير عبد الحميد، وقالوا لي الكابتن محمود الخطيب يعني هل ممكن تبقى؟ قلت له شرف عظيم لي إن أكون في النادي الأهلي. واتفقنا على أساس إن كان في مقابلة هم مع الكابتن محمود الخطيب يوم الأحد، لو تفتكر هو عي يوم السبت وراح ألمانيا وعمل عملية وكلام. فده قدر من الأقدار بتاعتي. القدر الجميل بقى إن برضو زي ما أنا بدأت كمدرب حراس مرمى ببدأ كمحاضر، فعملت حوالي 33 ورشة عشان أدي خبرات الأربعين سنة عظيم كابتن نهواند للمدربين، أوفر له 40 سنة. صحيح. على طول واحد بيبدأ 21 سنة بقول له اتفضل، ومش بديله، مش عايز فكر صالح تاني، أنا بديله مفاتيح يحط شخصيته عليه. المهم هو بقى ياخد هو بشخصيته وحسب إمكانياته يعني، هل هو في نادي درجة تانية، في نادي درجة تالتة، في نادي درجة أولى، عنده حراس إيه؟ ناشئين، كبار، يقدر يحط المفاتيح دي. ربنا أراد إن أنا أطلع أكتر أكبر مؤتمر لحراس مرمى العالم. الله. بعد كأس العالم 2018 كان في روسيا، ألاقي دعوة من الاتحاد الدولي في هولندا، بيبقى 105 مدرب من أنحاء العالم. أيه. وثلاثة بس اللي بيحضروا، مدرب اللي الحارس واخد أحسن حارس مرمى في العالم واللي لعب المباراة النهائية كبوزيشن تاني، وبما اني عصام الحضري خدوني انا كمحاضر ثالث، وفعلا دول الثلاث محاضرين اللي حضروا. فعايز اقول كل دي محطات قدريه في حب مصر. المحطه بقى الجميله ان انت طلعت اديت علم المدربين، وطلعت مدربين اديتهم الفرص ان يبقوا محاضرين زي هشام زكريا من اسكندريه، زي ابو زغلول، زي حتى صاحب اعلاميين اسماعيل ابراهيم، مصطفى الحضري، اسماء كتيره جدا عشان بس ما اقدرش.